بسم الله الرحمن الرحيم. إن البشر يطمحون دائما لمعرفة المستقبل وكشف أستار الغيب، وقد شاء سبحانه وتعالى أن يطلع عباده على بعض الغيب المستقبلي من خلال القرآن الكريم لحكمة يريدها. ولقد برهن القرآن الكريم على ذلك من خلال نبوءته في هزيمة الفرس أمام الروم في مطلع سورة الروم، وبين أن تلك الهزيمة ستحدث في مدة محددة، وقد حصل ذلك كما تحدث عن فتح مكة ودخول المؤمنين إلى المسجد الحرام، وقد حصل أيضا. ونزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الإسراء في مكة قبل الهجرة، وتحدثت عن صراع مستقبلي بين المسلمين واليهود، وأن المسلمين سينتصرون فيه، رغم أنه إبان نزول السورة لم يكن قد حدث أي احتكاك أو تصادم بين المسلمين واليهود، بل كان اليهود آنذاك أضعف أمم الأرض وبعيدون عن مكة بمئات الأميال. ومع هذا أشارت السورة إلى صراع مرير سيقع مستقبلا بينهم وبين اليهود، تكون الغلبة في النهاية للمسلمين. هذه النبوءة القرآنية التي اعتمد عليها الشيخ بسام جرار جاءت في قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. المفسرون القدامى كانوا يقولون عن تلك النبوءة لأنها وقعت في الماضي، لكونهم عاشوا في ظل دولة إسلامية قوية واليهود كانوا أذلة مشتتين بين شعوب الأرض. أما المفسرون المعاصرون فقد أكد جلهم بأن تلك النبوءة تتحدث عن الصراع الحاصل اليوم في فلسطين بين المسلمين والصهاينة. فصورة الإسراء تتحدث عن إفسادين لليهود. في التفسير المعاصر الإفساد الأول وقع في منتصف القرن الأول قبل الميلاد من خلال صراع أبناء سليمان عليه السلام على السلطة، حيث تقاتلوا فيما بينهم وتحول الشعب اليهودي إلى عصابات وقطاع طرق منعت وصول قوافل التجارة إلى العراق والجزيرة العربية، مما دفع نبوخذ نصر العربي العراقي عام 586 قبل الميلاد لشن حملة أدب فيها اليهود وحطم هيكلهم قبل أن يتم بناؤه، وسبى الأطفال والنساء والأحبار بعد حرق توراتهم، وسمي ذلك تاريخيا بالسبي البابلي. أما الإفساد الثاني فقد كانت بدايته متمثلة بإعلان الدولة الصهيونية عام 1948 ميلادي، واكتملت دورة الفساد عندما احتل الصهاينة القدس عام 1967 ميلادي وعاثوا فيها فسادا، فكان لابد لسنة الله أن تفعل فعلها، يرسل الله عليهم عبادا له يزيلون هذا الفساد الصهيوني. أما دلائل تلك النبوءة فهناك عدة دلائل سوف نذكرها في هذا الفيديو، وهي: أولا، يروي الكاتب العراقي محمد أحمد الراشد في محاضرة فلكية عن مذنب هالي قائلا: عندما أعلنت دولة إسرائيل عام 1948 ميلادي دخلت عجوز يهودية عراقية جارة لنا على والدتي باكية فسألتها أمي: لماذا تبكين وقد أصبحت لكم دولة؟ قالت العجوز اليهودية: إن قيام هذه الدولة سيكون سببا في ذبح اليهود. فالنبوءة لدينا تقول إن عمر دولتنا سيكون 76 سنة قمرية، واليهود يعتمدون التقويم القمري مثلنا. وهذه الرواية عادت للظهور في عام 1982 ميلادي أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان، حيث أعلن مناحيم بيغن وهو زعيم سياسي متدين في مؤتمر صحفي أن إسرائيل ستنعم بسلام كما نصت عليه التوراة لمدة 40 عاما ثم تكون المعركة الفاصلة مع العرب. ثانيا، عام 1948 ميلادي وافق بالتقويم الهجري
سنة 1367، ولو جمعنا 1367 مع 76 وهي عمر دولة إسرائيل كما في النبوءة اليهودية، نجد 1443 هجريا، ويوافق ذلك بالتقويم الميلادي عام 2022. ثالثا، عام 1982 ميلادي، وهو العام الذي صرح فيه بيغن أن إسرائيل ستنعم بسلام مدته 40 عاما لو جمعناه مع عام الاجتياح، أي 1982 مع 40 سنجد 2022، وهو عام الزوال كما في نبوءتهم. رابعا، سورة الإسراء تتحدث في مطلعها عن نبوءة أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام، وتنص على قيام بني إسرائيل بإفسادين، ينتهي الثاني بنصر لعباد الله عليهم يزيل دولتهم. ولقد ذكرنا آيات تلك النبوءة آنفا، إذا قمنا بإحصاء عدد كلمات تلك النبوءة القرآنية من قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، إلى قوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، سنجد بأن عدد كلماتها هو 1443 كلمة، وهو الرقم ذاته الذي يتطابق في التقويم القمري والهجري الذي تقوم عليه النبوءة اليهودية التي تقول بزوال دولتهم. خامسا، الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة المنورة في تاريخ 20/9/622 ميلادي، فإذا صحت النبوءة وكانت نهاية إسرائيل عام 1443 هجري، فإن عدد السنين القمرية من وقت نزول السورة إلى زوال إسرائيل هو 1444 سنة. إذا أنقصنا منها العام الذي جاءت به الهجرة تكون النتيجة 1443 هجري الموافق ل 2022 ميلادي، وهو العام الذي يتطابق مع النبوءة. سادسا، سليمان عليه السلام توفي عام 935 قبل الميلاد كما تقول كتب التاريخ، وبعد وفاته انقسمت دولته في فلسطين إلى عدة أقسام بين أبنائه، وحدثت حرب أهلية وفساد كبير في المجتمع. منذ بداية هذا الفساد عام 935 قبل الميلاد إلى وقت نزول سورة الإسراء يكون قد مر عليها 1556 سنة شمسية، وهو عدد كلمات سورة الإسراء بالتحديد. سابعا، سورة سبأ تتحدث عن وفاة سليمان عليه السلام بقوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. منذ بداية السورة إلى نهاية الآية 14 عدد كلماتها 934 كلمة، ثم تأتي الفاء في قوله: فلما قضينا عليه الموت، وهي من حروف الترتيب والتعقيب، فيصبح العدد 935 كلمة، وهو مطابق لرقم العام الذي مات فيه سليمان عليه السلام وبدأ الفساد الأول. ثامنا، البداية الفعلية لقيام دولة إسرائيل هي الهدنة الأولى في 10/6/1948 ميلادي. إذا أضفنا لذلك التاريخ 76 سنة قمرية كاملة تكون 354.367 في 76، والنتيجة 26931.898 يوما، فسيكون اكتمالها بتاريخ 5/3/2022 ميلادي. تاسعا، عدد آيات سورة الإسراء 111 آية، والملاحظ أن عدد آيات سورة يوسف 111 آية أيضا، ولا يوجد تماثل عددي في القرآن إلا بين هاتين السورتين، ولكن ما الرباط بينهما؟ سورة يوسف تتحدث عن نشأة بني إسرائيل، أما سورة الإسراء فتتحدث عن إفسادهم ونهايتهم على أيدي عباد الله. في سورة الإسراء نجد أن آياتها تنتهي بكلمات مثل وكيلا، سبيلا، قليلا، أي هناك 111 كلمة لو حذفنا المكرر منها سنجد أن العدد الباقي هو 76 كلمة، وهو العدد ذاته الذي تتحدث عنه النبوءة اليهودية والمتمثل بعمر دولة إسرائيل. عاشرا، رقم كلمة وليدخلوا في سورة الإسراء هو 76، وهو منسجم مع عمر النبوءة التي تقول بزوال إسرائيل، والعام الهجري 1443 يوافق العام الميلادي 2022 كما أسلفنا، كما أنه يبدأ بيوم السبت وينتهي يوم السبت، ولكن الملاحظ
أن 8 آب منه هو أول أيام السنة الهجرية للعام 1443، والأكثر عجباً أن 8 آب هو الموعد الذي يحتفل فيه اليهود بتدمير الهيكل الأول. 11، مذنب هالي له ارتباط بعقائد اليهود، وهذا المذنب له حالتان، الأوج والحضيض. مذنب هالي بدأ دورته الفلكية عام 1948 ميلادي، وقت قيام دولة إسرائيل. العالم رأى مذنب هالي بتاريخ 10/2/1986 ميلادي، عندما كان في مرحلة الحضيض، وهي أقرب نقطة للشمس. كان قد قطع نصف الطريق لاكتمال دورته الفلكية، وكانت المدة هي 38 سنة، وإذا بقي يسير بالسرعة نفسها، فإنه سيكمل دورته في 76 سنة، وهو عمر دولة إسرائيل من قيامها إلى زوالها. وعلماء فلك مصريون يقولون إن عمر دورة المذنب هو 76 سنة، بدأها عام 1948 ميلادي، وقت قيام دولة إسرائيل، وسينهيها عام 2022 ميلادي، وهو وقت النبوءة التي تنذر بزوال دولة إسرائيل. وبعد هذه النبوءة بحساباتها وشقيها القرآني المؤول رياضيا واليهودي، هناك من ينتقد النبوءات لكونها تورث التواكل والتقاعس عند بعض الناس، وهذا الرأي يكون صحيحا إن لم نفهم العلة من وجود المبشرات، ولكن لا بأس إن نظرنا إليها من جانب قهر اليأس وبعث الأمل في أنفس أمة خيم عليها القنوط واعتقدت أن الصهيونية قدر لا مفر منه، ولكن لا قيمة لتلك النبوءة دون عمل، ونحن لا نستطيع أن نرجم بالغيب ونطالب الآخرين بتصديق تلك النبوءة. يجب أن تدفعنا للعمل وتدعونا لرفع الهمم حتى نخرج من عصر الهزائم والانكسارات إلى عصر النصر وعودة الحق إلى أصحابه. فالتاريخ علمنا أن المستعمر لا بد أن يرحل يوما مهزوما، والمقاومة علمتنا أن المقاييس المادية ليست دقيقة دائما، وأننا على يقين كامل أن رايات النصر سترفع يوما في القدس العربية. والله عز وجل أكد لنا في كل الكتب السماوية أن الحق هو من ينتصر في النهاية. أحباب محمد، فضلا لا تنسوا دعمنا بنشر الفيديو وترك إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على جرس التنبيهات، والسلام عليكم.